استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب السيدة جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين. وفي بداية اللقاء الذي تم بقصر القضيبية تم الترحيب بالسيدة جابرييلا بارون مع التأكيد على أن زيارتها لمملكة البحرين تأتي في إطار التنسيق والتعاون والتواصل وتبادل الخبرات فيما بين البرلمانات، وتقديرا لمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وما تشهده من تطور في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيده الله. وقد عبرت السيدة جابرييلا بارون عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين وباستقبال جلالة الملك المفدى لها، إضافة إلى لقائها برئيسة مجلس النواب وكبار المسؤولين، مشيدة بتجربة البحرين الديمقراطية وبما شهدته الانتخابات الأخيرة من نتائج إيجابية تؤكد وعي شعب مملكة البحرين ومشاركته في بناء ونماء بلاده في مختلف المجالات. وقد حضر المقابلة النائبة فاطمة عباس القطري عضو مجلس النواب رئيس بعثة الشرف.